أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. كثيرة هي الإجراءات السعودية التي عملت على شد خناق العمال الوافدين فيها. كان الوافدون اليمنيون أكبر المتضررين منها، كونهم يشكلون شريحة واسعة من العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى انخراطهم في أغلب الأعمال التي تم إدراجها في قائمة المهن التي تم إعلان توطينها. ليس توطين المهن المشكلة الوحيدة التي واجهها المغترب اليمني في السعودية، فالكثير من الإجراءات التي فرضتها وزارة الداخلية السعودية إلى جانب إجراءات وزارة العمل، كقرار خفض الأجور وقرار فرض رسوم إضافية عند تجديد الإقامة، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات الأخرى. في ظل كل هذه الإجراءات يظل السؤال الأبرز عن التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في المملكة العربية السعودية، وعن دور الحكومة الشرعية ممثلة بوزير المغتربين ووزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في العمل على التواصل مع القيادة السعودية لاستثناء اليمنيين من هذه الإجراءات. كل هذه الأسئلة سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي ويتمحور حول موضوع هذه الحلقة، ومن ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. يقف العامل اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية ما بين مطرقة قرارات وزارة داخليتها التي تشد الخناق عليه، وسندان قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تزيد من خناقها أكثر. فما إن تأخذ وزارة الداخلية السعودية استراحة من إصدار قرارات بخصوص الإقامات حتى تقوم وزارة العمل والتنمية بإصدار قرارات جديدة بخصوص توطين العمل في المملكة. فبعد توطين قطاع واسع من العمل كالمولات ومحلات الذهب والكثير من المهن الإدارية، عادت وزارة العمل مؤخرا لتدرج 12 مهنة تجارية جديدة إلى قائمة المهن القديمة التي تم إدراجها تحت مسمى سعودة المهن، حيث صرح وزير العمل والتنمية السعودي أنه سيتم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتبارا من العام الهجري المقبل. تتمثل هذه المهن بالعمل في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. أما العمل في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات فسيكون بدء سعودتها بحلول الأول من مارس، فيما سيتم في شهر مايو المقبل توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد البناء والإعمار وقطع غيار السيارات والسجاد والحلويات لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات. وبسبب هذه الإجراءات يبقى الوافدون اليمنيون الذين تركوا أرضهم ضاربين في الأرض بحثاً عن مصدر للرزق أكبر المتضررين، حيث لا يستطيعون العودة إلى وطن أنهكته الحرب ليقفوا عالقين بين وطن يسكنه أهاليهم المعتمدون على أعمالهم في منفى يضيق بهم يوماً بعد آخر. إذا تابعنا هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأذكر بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر حاليا على صفحة القناة من خلال الفيسبوك. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها العاملون الوافدون اليمنيون في المملكة العربية السعودية، وأيضا ماذا يمكن للحكومة فعله لاستثنائهم من هذه الإجراءات، وكيف هو الآن وضع الوافدين داخل المملكة العربية السعودية؟ لدينا اتصال الأخ عبد المعز. أهلا بك عبد المعز. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا بك عبد المعز، مشاركتك ورأيك في أبرز التحديات التي يواجهها العاملون اليمنيون داخل المملكة العربية السعودية. أولا أمسي عليك وأمسي على جمهور ومشاهدي قناة بلقيس. الموضوع ما فيها الحين وصلنا الى وضع مأساوي جدا جدا، يعني طبعا لا نختلف كثيرا عن ما يحدث في اليمن، يعني هناك اليمن حرب وهنا برضو حرب، يعني ما الوضع مره مأساوي، قرارات مجحفه. احنا نقدم مناشده للحكومه اليمنيه والفخامه الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء والفريق الركن علي محسن الاحمر وزاره المغتربين تقوم بدورها الطبيعي، يعني لكي لا نكون عرضة لمثل هذه القرارات المزعجة. طيب الآن ما هي أبرز هذه التحديات؟ والله هي تحديات كبيرة. أولا
اكبر تحدي نواجهه اول حاجه البلد، وضعنا غير مستقر في البلد. يعني اذا القرارات هذه اذا طبقت يعني ضمنيا وفعليا احنا اكيد بنكون برا برا، يعني بنكون خارج اللعبه هذه تماما. لا يوجد معنا يعني ما يعني نغير فيه من حاجه سنه الغربه، وفي اليمن وضعنا مره كارثي. الرجعه الى اليمن صعبه صعبه، نحن نعاني من حرب هنا وحرب هناك. طيب الان اصدرت وزاره العمل السعوديه مؤخرا تعميم ربما او قرار بتوطين 12 مهنه ايضا سعودت هذه المهن، ما تاثير هذا القرار باعتقادك على العماله السعوديه؟ ما هو حجم العماله اليمنيه اقصد، ما هو حجم العماله اليمنيه في هؤلاء ال 12 قطاع؟ والله بالنسبه ل 12 قطاع هي تمثل من العماله اليمنيه تمثل من نسبه 90%. العمالة اليمنية تعمل في مثل هذه المجالات، مبدئيا في قطاع، أولا في قطاع الاتصالات طبعا كانت فيها كمية كبيرة من المغتربين اليمنيين في هذا المجال، والآن أغلب المهن هذه الأخيرة الذي سعودوها غالبا ما يعمل فيها أبناء الجالية اليمنية، لذلك الوضع مرة كارثي جدا وصعب. بنناشد وزارة المغتربين أن تشوف لنا حل أو تشوف لنا مخرج من هذه المعضلة. طيب عبد المعز، الآن نحن في قناة بلقيس ربما وبعض وسائل الإعلام المحلية عندما نناقش ونتطرق لهذه المواضيع والقرارات التي تهم عدد كبير من المغتربين اليمنيين وهم شكل ربما شريحة واسعة داخل المملكة العربية السعودية، ونحن نعتمد عليهم كثيرا ربما في الاقتصاد الآن داخل البلد بالحوالات التي تأتي من هؤلاء المغتربين، هناك البعض الآن يقول ما علاقتكم بمناقشة هذه المواضيع؟ هل تعتقد أن وسائل الإعلام عندما تناقش هذه المواضيع هل نحن نخدم المغتربين أكثر لنركز الضوء أكثر، ربما تلتفت الجهات الحكومية اليمنية لمعاناتكم وأيضا ربما السلطات السعودية، أم بهذه المناقشة نضركم أكثر كما يطرح البعض؟ يعني الآن مثلا نقرأ بعض التعليقات من خلال البث المباشر على الفيسبوك. حبيبي احنا نناقش بالموضوع هذا يعني بموضوعية جدا وشفافية، وانتم لازم توصلوا صوتنا. احنا صوتنا غير مسموع نهائيا، صوتنا ما حد يسمع لنا نهائيا، يا ما ناشدنا يا مرات ويا لا ما حد سمع لنا نهائيا. بالنسبة للمغتربين اليمنيين يشكلون رافد اقتصادي كبير لاقتصاد البلد، من التحويلات من الناس، يعني نحن يمكن 3 مليون ومعيشين 15 مليون باليمن. لانه مثلا الان في واحد اسمه عرفات العامري يقول انه ربما يتوقع انه بكره الشميسي فل، لانه نناقش مثلا مثل هذا الموضوع، يقول نعم انتم تضرون اكثر ما تنفعون. فاشكرك جزيلا عبد المعز. لدينا اتصال اخر، وانا ساحاول في هذه الحلقه ان استقبل اكبر كم من الاتصالات حتى تضعون امام ابرز هذه التحديات، ونتمنى ان تلتفت الحكومه وتهتم بهذا الموضوع. اتصال اخ عصام، اهلا بك عصام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عصام، اسمعني من الهاتف سيكون افضل، اخفض صوت التلفزيون. نعم نعم انا اسمعك من الهاتف. تمام، لو تخفض صوت الهاتف بجوارك عشان الصدى. باعتقادك ما هي ابرز التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون داخل المملكه العربيه السعوديه؟ التحديات ضمن هذه القرارات يعتبرها للامانه قرارات لا انسانيه، لانها تضر يعني بالفئه البسيطه من الناس اللي هم العاملين الذين يشتغلون في السعوديه اللي لا تتجاوز رواتبهم. رغم هذه القرارات عصام تسمعني؟ الو اسمعك عصام، تفضل. نعم اسمعك. تفضل. قلت ان اكبر شريحه تتاثر من هذه القرارات هي شريحه العمال البسطاء اصحاب الدخل المحدود الذين لا يتجاوز يعني رواتبهم ال 2000 ال 3000 ريال سعودي شهريا. هناك القرارات التي سبقت برفع تكلفه يعني يعني تجديد الإقامة، والآن هناك مبلغ حددته ولا حددته القرارات بدفع قرابة 4500 ريال كل فرد لمكتب العمل،
وهناك ايضا تامين صحي، والان زادت القرارات فيها قرار دفع المرافقين للمقيمين هناك على كل فرد 100 تدريجيا حتى تصل الى 400 ريال خلال السنوات القادمه. اضافه الى القرار الذي صدر خلال هذا الاسبوع تقريبا، وهو توطين بعض الاعمال مثل المراكز المحلات التجاريه مثل الادوات المنزليه وهذه الاشياء. هذه كلها القرارات الشريحه الاكثر تاثرا بها هي شريحه العمال البسيطه كما ذكرنا سابقا، التي تعمل وتكدح ولجأت الى السعوديه بالذات في هذه الفتره في الثلاث سنوات الماضيه في ظل الحرب، في ظل التدهور الاقتصادي للبلد. لذلك يعني نتمنى من رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء يعني ان يبذلوا جهود ما يعني بقدر استطاعتهم. طيب ما الذي يمكن للحكومة عصام باعتقادك، ما الذي يمكن للحكومة فعله في هذا الموضوع؟ هل يمكن أن يحدث استثناء لليمنيين تعتقد؟ نعم، تستطيع الحكومة تضغط على أو تطالب الحكومة السعودية في يعني السعودية تعلم والعالم كله يعلم ما هي الظروف التي تمر بها البلد يعني من أزمات من حرب ثلاث سنوات. الآن العملة ترتفع بشكل جنوني، الأسعار ترتفع معها، فيما يعني هو واجب وليس ما هو الممكن، وواجب على الحكومة أن تطرح هذه القضية بقوة. هذه القضية لا تقل أهمية عن يعني عن الشريعة الشرعية وإلى ما ذلك. هنا هي الشرعية، هذا واجب الشرعية التشريعية لأنها تكون يعني تقدم ما تستطيع وتبذل ما تستطيع من جهود وتضغط بكل الوسائل المتاحة والمشروعات على السلطات في على الحكومة في الرياض من أجل تخفيض هذه الرسوم وهذه الأشياء ولو بجزء بسيط، حتى مثلا استثناء اليمنيين خلال فترة الحرب حتى انتهاء الحرب وتعود هذه القرارات تسري عليهم، يعني من اجل التخفيف عنهم لانهم يتحملون العبء الاكبر اذا 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 عادوا للوطن. لا يوجد وظائف، لا يوجد عمل، لا يوجد دوله، لا يوجد رواتب، والكل يعرف هذا. اشكرك جزيلا عصام. اتصال اخر الاخ علي، اهلا بك علي. مرحبا، اهلا وسهلا علي. تعليقك ومشاركتك في الموضوع، ابرز التحديات التي يواجهها المغترب العامل اليوم في المملكه العربيه السعوديه، ماذا بوسع الحكومه فعله للتخفيف من هذه المعاناه او ربما تاجيل بعض هذه القرارات ان كانت هناك امكانيه لدى السلطات السعوديه؟ طبعا بالنسبه للحكومه اليمنيه كان هناك تقصير في الجهود المبذوله في اطار تخفيف المعاناة، تخفيف معاناة المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية. فالمغترب اليمني في المملكة العربية السعودية يعاني أدق الويلات يعني من القرارات الجديدة، ولا يوجد هناك بدائل أخرى الذي تمكنه مثلا من العودة لليمن الحبيب. فنحن مثلا نطالب وزير المغتربين بالتحرك بشكل جاد لإعفاء اليمنيين من القرارات من رسوم القرارات الاخيره الذي اثرت على 99% يعني من المغتربين اليمنيين، خصوصا ان معظم المغتربين في المملكه العربيه السعوديه هم ايادي عامله وليس كما يشاع انهم تجار وما تجار والى ذلك. فالمملكه العربيه السعوديه تقدم مجهود كبير في الملف اليمني من اجل خدمه المواطن، فهي ليست عاجزه على تقديم خدمه بسيطه لخدمه المواطن اليمني في طيب علي بشكل شخصي انت الان يعني ما الذي تغير مثلا عليك كاعباء من قبل هذه القرارات ومع هذه القرارات؟ مثلا كم اصبحت تدفع رسوم؟ الى اي حد يعني هناك عبء ربما مالي تدفعه بسبب هذه الإجراءات والقرارات؟ وأيضا نقطة ثانية، قرار الأخير بتوطين 12 مهنة داخل المملكة العربية السعودية، إلى أي حد اليمنيين العاملين في المملكة تضرروا من هذا التوطين؟ هل يعملون، ما نسبة العاملين اليمنيين في هذا المجال ال 12 وظيفة الأخيرة ربما؟ أيضا بالنسبة للقرارات والتغير المالي، هناك تغير كبير على بخصوص الدفع، فارتفع نسبة الدفع المالي بما يقارب تقريبا 12 ألف ريال سنويا
يدفعها المغترب للحكومة. أما بالنسبة لموضوع المهن، فالمغترب اليمني بشكل عام هو مشارك بجميع أنشطة بجميع قطاعات العمل. فالعمالة اليمنية عمالة مؤهلة وعمالة عملية متواجدة في كل المنشآت. طيب شكرا لك أخ علي. اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، الأخ محمد. أهلا بك محمد. حياك الله يا أستاذ، كيف حالك؟ تفضل محمد، أنت مغترب في المملكة العربية السعودية، يعني شاركنا تجربتك على الأقل، التحديات التي تواجهنا الآن داخل المملكة العربية السعودية، وكيف تتعاطون مع هذه القرارات؟ لأي حد هناك ضرر ربما كبير عليكم وأعباء مالية تدفعوها؟ يا أخي أنا عندي بس يعني رسالة بس للحكومة الشرعية في اليمن. تفضل. ألو أنت معي؟ معك، اسمعك، تفضل. يا أخي لماذا لا يضغطوا على حقوق الإنسان؟ أقل شيء يعني أي مشكلة تحصل في اليمن أو في أي دولة، يعني المفروض أنه يكون له لاجئين، يعني بالحرب، على حسب الحرب لازم أن يكون هناك لاجئين غصبا يعني عن الدولة، عرفت كيف؟ يعني فلماذا لا تضغط الحكومة الشرعية مثلا على حقوق الإنسان أن يعطوا استثناءات لليمنيين؟ نحن عانينا كثير هنا في السعودية ولا نستطيع يعني أن نرسل عيالنا إلى اليمن يعني بسبب الحرب. صحيح، الوضع غير آمن. نعم، فتستطيع الحكومة الشرعية أنها تضغط يعني على أساس أنهم يعملوا استثناءات. المملكة هي سوت استثناءات للفلسطينيين، سوت استثناءات لبعض الجنسيات، يعني لماذا اليمنيين بالذات؟ هل القرارات هذه معني فيها اليمنيين بالذات أكثر شيء؟ طيب محمد، هل حصل استثناء لبعض الجنسيات لأن حكوماتهم والسفارة والقنصلية تدخلت، أم ربما لأنه هناك رغبة وتوجه لدى السعودية لاستثناء بعض هذه الجنسيات؟ يعني حتى نعرف أنه التقصير هل من ممثلي اليمنيين داخل المملكة من قنصلية وسفارة؟ هم استثنوا الفلسطينيين الذين لديهم جواز مصري أو وثيقة مصرية، والبرماويين، عرفت كيف؟ أيوة. لا، وأما بالنسبة لليمنيين والسوريين ليس لهم مكان يذهبوا إليه. أنا الآن لا يعني معطل عن العمل وما أريد أرجع لليمن وما أريد أبقى في السعودية، يعني إذا ما استثنونا وين نروح؟ إلى طيب حجم التضرر الذي لحق باليمنيين بسبب توطين بعض المهن؟ يا أخي أنا جددت، أنا بعت سيارتي وبعت أغلب ما أملك، بعت كل ما أملك على أساس أجدد إقامتي. هذه السنة الأولى 24,000 دفعت، أنا أجدد إقامتي ب 24,000. طب دفعت 24,000 ريال سعودي تجديد إقامة عن العام 2017، كم عدد الأفراد الذين معك يعني؟ أنا معي 5 أطفال وزوجتي. دفعتهم 24,000 ريال سعودي؟ طبعا أيوة. لا أخفيك أن زوجتي وأولادي كلهم مواليد السعودية، يعني لو هي أي دولة ثانية، يعني يا أخي في أمريكا لو أنجبت الزوجة وهي في الطائرة يعطوها الجنسية الأمريكية وهي في الطائرة، فما بالك أولادي ما يعرفون شيء في اليمن، ولا يعرفوا حتى زوجتي ما يعرفوا أي مكان في اليمن، وين أوديهم إلى يعني فين وين يروح؟ 24,000 ريال سعودي مبلغ كبير. طيب هذا في 2017، يعني التوقع الآن في العام 2018 لابد أن تدفع كم إذا استمريت وبقيت أنت ومع 5 أطفالك وزوجتك، كم ستدفع؟ دبلها أضربها 48,000 ريال سعودي تقريبا، نتحدث عن أكثر من 10,000 دولار أمريكي. نعم، هذه السنة الجاية طبعا، أنا بتنتهي في بداية السنة هذه الجاية. يا أخي أنا ما عندي مشكلة في رفع الرسوم والضرائب، هذه ما عندي مشكلة، لكن المشكلة أنهم منعوا اليمنيين من كل الأشغال، يعني أنا أبغى أشتغل علشان أدفع الرسوم. أيوة، هو هذا كان موضوعنا لهذه الحلقة، الآن توطين وسعودة الوظائف، اليمنيين يتضررون من هذا التوطين بشكل كبير ربما لأنهم يعملون في هذه المجالات بشكل حصر يعني. أيوة، لكن أنا الآن كان عندي محل جوالات وكنت أشتغل مع كفيلي وكان يعطيني راتب وكان محلنا مستمر وكنت أغطي مصاريف وأجرتي، مزبوط؟
الآن سعودوا الجوالات، انتقلت لشغلة ثانية اللي هي شغلة الاكسسوارات والعطور، سعودوها وأنتوها وطلعت. الآن لي أكثر من 6 شهور قاعد في البيت بدون عمل، والسبب عدم التوطين. أروح أي شغلة أبغى أشتغل فيها يقول لك لا لازم سعودي. يعني عرفت كيف؟ يعني محاصرين من جميع الجهات، لا هم اللي فتحوا لنا اليمن نرجع بلادنا، ولا هم الذي أعطونا استثناءات. الحكومة الشرعية تقول إحنا قاعدين نضغط عليهم وأدري إيش، هم ما ضغطوا عليهم. لو في ضغط حقيقي يعني واقعي كان يعني فتحوا لهم أو استثنوا اليمنيين، لكن ما ضغطوا عليهم. عرفت كيف؟ أنت معي؟ أيوة معك يا محمد، وأنا فرضت لك وقت كبير لأنك ربما أن تمثل شريحة كبيرة من المغتربين، سواء في دفع الرسوم أو بذكرك لتجربتك فيما يتعلق توطين الوظائف السعودية. أنك كنت تعمل في الجوالات، انتقلت إلى مجال آخر تم توطينه وهكذا ودواليك. أشكرك جزيلا محمد. نحن نتمنى، وأنا أريد أن أصل هذه الرسالة لمن ينتقدنا الآن في البث المباشر بالفيسبوك ويقول ما علاقتكم في مناقشة هذا الموضوع. ربما هناك كثير من وسائل الإعلام اليمنية، لكن البعض لا يستطيع مناقشة هذه المواضيع، ربما ليس لديه المجال، ليست لديه الحرية في مناقشة هذا المواضيع. ليست لدينا مشكلة مع المملكة العربية السعودية، من حقها اتخاذ القرارات التي تناسبها، لكن اليمنيين يتحدثون ونحن ننقل ما يقوله الناس. هناك وضع استثنائي داخل البلد، حرب، لكن الظروف والقرارات الآن التي يدفعها. الأخ محمد يتحدث عن 24,000 ريال سعودي دفعها رسوم إقامة، لو كان هناك فرصة للعمل يقول ليست لدي مشكلة، لكن أنتقل من مجال إلى آخر ولا توجد مشكلة. المطلوب عندما نناقش هذا الموضوع نسلط الضوء حتى يتم التحرك وإيجاد استثناء لليمنيين على الأقل إلى حين ما تنتهي الحرب وتصبح البلاد آمنة وبإمكانهم العودة. الآن اليمن للأسف اليمن لا يستطيعون العودة إلى بعض المحافظات، ممنوع أنك تعود إلى محافظة من المحافظات المحررة، لا توجد أشغال، لا توجد وظائف. فقط نحن عندما نناقش هذا هو هدفنا من هذه المناقشة وتسليط الضوء في بلقيس لمن ينتقد ويعترض. اتصل آخر. عمرو، الأخ عمرو، أهلا بك عمرو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عمرو، تفضل. بالبداية أشكركم على إثارة هذا الموضوع ومناقشته وطرحه، لأنه موضوع مهم جدا على أساس يوصل للرأي لكل المسؤولين في الحكومة الشرعية. صدق فقدنا الأمل بالحكومة الشرعية أنها تعمل شيء، ربما هو ليس إلا أكثر من فضفضة والناس يعبروا عما بداخله ما قل شيء. لو كان تحركوا كان سيتحركوا منذ بدأت المشكلة. أنت مغترب عمرو، هل تعتقد أن الحكومة جادة في متابعة هذا الموضوع وإيجاد استثناء لليمنيين؟ نشاهد ربما في الأخبار صور لمسؤولين يمنيين، سواء وزير المغتربين أو الرئيس يلتقون مسؤول سعودي، لكن لا توجد نتائج على أرض الواقع. ما المطلوب منهم الآن فعله حتى يتم استثناء اليمنيين؟ طبعا لا يوجد اي تحرك حقيقي او جدي من الحكومه الشرعيه على اساس الاستثناء اليمنيين. معروف ان نحن نعيش في فتره حرب، فتره الحرب هذه لازم يكون فيها استثناءات، والسعوديه لا انها ثبتت الوضع في المناطق المحرره وخلت الناس يعيشوا، ولا انه فتحت المجال لليمنيين على اساس يدخلوا. المفروض كلاجئين معروف في كل مكان، نحن هنا في اي دوله ناتي، لماذا الخليج؟ حتى على مدار خطبه الجمعه في جامع هنا في أحد الدول الأجنبية في أوروبا في تركيا، الخطيب يقول لماذا لا يفتح الخليجيين إنسانيا الخليجيين لليمنيين؟ يعني اليمنيين مشردين محاصرين، وفوق علاوة على ذلك يزيد يحاصروا اليمنيين من أشغال ومن وظيفة إلى أخرى إلى حقهم. طبعا معظم الشرائح اليمنيين بل المغتربين اليمنيين الذين في المجتمع في السعودية غير مؤهلين، غير يشتغلون في قطاعات خاصة، في محلات جوالات، في الاكسسوارات، في المولات، هذا هو تواجدهم في كل هذه القطاعات لاحقهم، وكأنه نحن المستهدفين. طيب أنت عمر كنت مغترب في المملكة العربية السعودية والآن متواجد في تركيا، ما قصتك؟ صديقي أنا ما قصة، أنا لم أكن مغترب في المملكة العربية السعودية، لكن كثير أصدقائي في المملكة العربية السعودية حدثوني عن أنهم ضاق بهم الحال، لم يستطيعوا أن يرجعوا اليمن ولا يستطيعوا أن يجدوا أشغال في ظل سعودة الوظائف المستمرة منذ عام 2015 وحتى الآن. طيب عمر كمقارنة حالات، يعني مثلا تقول أن أصدقائك متواجدين داخل المملكة العربية السعودية هم يدفعوا رسوم وإقامات، وأنت أيضا في تركيا هنا تدفع رسوم ولك إجراءات قانونية بحق الإقامة داخل تركيا، كمقارنة كيف يبدو الوضع بين في السعودية وفي تركيا ربما كتكلفة كعبء عليك وعليهم؟
الفارق كبير جدا يا عزيزي ما بين تركيا وما بين المملكه العربيه السعوديه. تركيا التي هي دوله بعيده عنا، لم تدخل، ليست جاره، ليست شقيقه مثل ما هو في الخليج، لكن الاقامات هنا والاشغال المتوفره للجميع وكل المجالات والاقامات يعطوك موعد ويعطوك اقامه، نظام وقانون هنا. لكن هناك وكانه في شيء مستهدف، مستهدفين بالذات ملاحقين من كل الوظائف والاجراءات. طبعا معروف انه الحرب هذه اثرت كثير على اليمنيين، اصبح معظم الاسر في اليمن تعتمد على تحويلات المغتربين. في خلال هذا الشهر، خلال هذه الفتره، اقل فتره من 5 سنوات تقريبا يا رجل، لان في بعض المغتربين داخل المملكه العربيه السعوديه، مغتربين داخل المملكه العربيه، اصبحوا اهلهم من اليمن يرسل لهم مبالغ حتى يدفعوا رسوم الاقامه، وخاصه من لديهم اسر كثيره او من لم يستطيعوا تجديد الاقامات. هذا هو الحال، هذا هو الحال فعلا. في دراسه اخبرتك ان انخفاض مستوى التحويلات الى ادنى مستوى منذ 5 سنوات، هذا يدل على انه حتى المغتربين اصبحوا عاطلين في ظل توقف شبه تام لكل الاشغال والفرص العمل في اليمن بسبب الحرب التي هي السعوديه جزء منها وتشارك فيها، وتعرف اليمنيين كيف يعيشوا. ما زلنا نراهن على وجود ان يكون اليمن على وشك الدخول في اكبر مجاعه شهدها التاريخ. طيب، وهؤلاء يلاحقون الموظفين والمصرفين والواجدين. اشكرك عمرو، اشكرك عمرو. اتصال اخر، الاخ نبيل. اهلا بك نبيل، تفضل. مرحبا اخ سامي. وعليكم السلام، تفضل. خصوص الموضوع حقه من جميل، بس جاء في وقت متاخر. تمام، الموضوع اللي بنناقشه فيه. تمام، ولكن احنا كمغتربين في السعوديه يعني في معانا كثيره، في ناس بعرفهم مواليد السعوديه يعني ما عندهم الا ما يعرفوا شيء في اليمن، يعني بيغادروا اليمن ويروحوا لمصير مسؤول. فالموضوع هذا دركته له في الموضوع الاخير، فهذا شيء حلو منكم، لان اتمنى من الحكومه الشرعيه ان هي والسفاره والبناء الجاليه يسووا شيء في الموضوع هذا، لانه في عده الجاليات معفيه من الرسوم ومعفيه من كل شيء. طيب يا نبيل، هذا هل الكلام صحيح؟ هل هذه معلومات صحيحة أن هناك استثناءات لبعض الجاليات والجنسيات، أم ربما يعني إشاعات يتناقلها الناس؟ طبعاً، لا طبعاً طبعاً في استثناءات طبعاً، أكيد الفلسطيني حامل الوثيقة المصرية، في حامل الهوية حبة مقيم طغستان أو بعرفي شو اسمه، البرماويين برضه نفس الشكل، بس إلا السوريين واليمنيين ما إحناش عارف إيش المشكلة. طيب بالنسبة، أنت كنت أشرت لأنه هناك معاناة للمغتربين، إيش أبرز أوجه هذه المعاناة؟ تتركز وتنحصر في ماذا؟ أبرز المعاناة يما يقولوا وضع البرامة خالفة، ويقول لك غير تشتغل عند كفيلك، غير مهنتك، طبعا تغير مهنتك، والحالي يعني سوى 12 وظيفة للسعوديين، يعني 12 وظيفة، يعني أكثر اليمنيين يعني 90% أو 95% شغالين في هذا المهن. يعني عاد بتغير كفيل، بتنقل عند كفيل على نفس المهنة، بتغير المهنة، بتخسر فلوس، وفي الأخير يعني المهنة هذا ممنوع يشتغل فيها غير سعوديين أو سعوديات. طيب الآن عندما يعني مش أول مرة السعودية توطن وظائف وتسعود وظائف معينة، ربما كانت بدأت على خطوات من خلال السنتين الأخيرتين، هل تم توطين الوظائف هذه بشكل كامل 100% سعوديين، أم ربما يحصل بعض التلاعب، أشياء تتم في الكواليس ويستمر الناس وتحديدا اليمنيين يعملون في هذه المجالات والقطاعات؟ ولكن إحنا في وضع حرب وفي وضع مأساة، فالمغتربين اللي في المملكة بيسكنوا أكثر من 10,000 أو ممكن أكون غلطان أسرة في اليمن، فيكون استثناءات. يعني احنا في بلاد معانا، في بلادنا فيها حرب. كم دفعت انا بالرسوم تجديد اقامه انت هذا العام؟ هذا الشيء هو يعني انا بالنسبه لي انا لسه ما قد جددت على حال، لسه تجديدي في حدود تقريبا شيء شهر كذا تقريبا. كم انت لوحدك يعني ليست لديك اسره ربما؟ انا لوحدي انا ممكن إذا خرجتني أوكي وممكن أرجع بلادي، أنا ما عندي مشكلة، ولكن في الأهم اللي في ناس مواليد السعودية اللي لا يعرفون شيء في اليمن، في ناس بعرفهم سافروا إلى مصير مجهول ولا حد عارف وينهم في اليمن حاليا، وفي ناس برضه نفس الشكل.
طيب يعني يا نبيل، ربما قد تكون تكلفة كبيرة رسوم الإقامة لمن لديه أسرة، لكن عندما تكون أنت بشكل شخصي يعني بالأخير كم ستدفع؟ يعني كم ستكلفك تجديد الإقامة؟ كم ستدفع؟ يعني أضرب 400 ريال لرسوم كل شهر، كم حاصلة بالسنة؟ 4800. أي كم راتبك من مدخولك الراتب هذا؟ كم راتبك؟ كم تجديد الإقامة؟ طيب عندما حصلت هذه الرسوم، هل أصحاب الأعمال قاموا بزيادة في الرواتب والمعاشات مراعاة لرسوم الإقامة؟ هل هناك بعض الجهات تتكفل برسوم الإقامة؟ لا والله، في ناس ما وصل لها صداع يعني دفع الرسوم، وممكن في إقامة نهاية الذي ما يبغى يجدد ممكن بيسافر غادة اليمن، حتى إذا كان الوحدة الشخص نفسه يعني مقيم مغترب وأهله في اليمن، يعني ما صداع إنه يدفع 400 ريال الرسوم كل شهر. تمام، شكرا لك نبيل. في احد الاخوه امرؤ القيس يسال يقول عن ارقام الهاتف، ارقام الهاتف موجوده في هذا الركن، بامكانك التواصل والمشاركه معنا بشكل مباشر. وهناك تعليقات كثيره يعني تتركز، ربما البعض يشكرنا على مناقشه هذا الموضوع، نحن هدفنا فقط كما ذكرت انه نوصل صوت المغتربين حتى يحدث استثناء للمغتربين من هذه القرارات، وانتم تستمعون لقصص مغتربين من داخل المملكه العربيه السعوديه. عن موضوع الحلقه ايضا وصلتنا بعض المشاركات من خلال الواتساب، نستعرضها معكم. التي صدرت خلال اليوم الماضية قرارات توطين الشباب السعودي في كثير في غالبية الوظائف التي شغلها الأجانب، هذا حق مشروع اعتبره المملكة العربية السعودية بأن تقوم بهذه الخطوة، لكنه يشكل عبئا كبيرا على المغترب اليمني، حيث أن اليمن تعيش في ظروف حرب وظروف معيشية صعبة، ويشكل المغترب اليمني نسبة كبيرة خارج الوطن وهو المصدر الوحيد لأسرته. فكان الأجدى بالحكومة اليمنية وحكومة الشرعية حكومة عبد الرب منصور هادي بأن تسعى لدى الجانب السعودي بتخفيف هذه المعاناة واستثناء اليمني من هذه القرارات. القرارات الأخيرة بمجملها المتعلقة بالمغتربين أعتقد تؤثر تأثير كبير على المغترب اليمني، كوننا في اليمن نمر بحالة حرب والوضع الإنساني متردي بشكل كبير، لذلك هذه القرارات سوف تضيف أعباء جديدة، هذه الأعباء سوف تنعكس بشكل كبير على الشعب اليمني بأكمله، لذلك إذا ما تم المضي في تنفيذ هذه القرارات فأعتقد سوف تكون كارثة، وسوف يضطر كثير من المغتربين إلى مغادرة المملكة، هذا سوف يفاقم الوضع الإنساني بشكل أكثر في اليمن. إذن هذه مشاركات من خلال الواتساب، بإمكانكم التواصل مباشرة معنا أيضا مع الأخ صالح من مكة. أهلا بك صالح. من التعليقات الموجودة، ربما الأخ خليل أحمد الكامل يقول من يشتري فيز هذه الأيام ويريد النجاة من الأوضاع في اليمن للأسف هو مثل الذي ينتقل من عذاب القبر إلى عذاب الآخرة. الأخ أبو ضاوي طالب كل قنوات اليمنية بالتركيز على هذا الموضوع. الأخ محمد شرفي يقول ربما أن الرواتب نزلت انخفضت والأشغال لا توجد. أحدهم يقول أن العزب باتت ملأة باليمنيين العاطلين عن العمل. اتصال الأخ وائل عامري. أهلا بك وائل. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام وائل، تفضل. أسعد الله مساكم بكل خير وأشكركم اللافتة الرائعة والاستضافة الكريمة. هذا واجبنا وائل. وائل، الآن المغتربين يحذرون، ربما نسمعنا في المقاطع التي أذيعت والاتصالات أنه إذا ما طبقت هذه القرارات وفرضت أنه ستكون هناك كارثة على المغتربين، على الحوالات، على الناس الذين باتوا، ربما المصدر الوحيد الآن للكثير من الأسر داخل اليمن هي حوالات المغتربين، هل هذا الكلام حقيقي أم فيه مبالغة من قبل الناس؟ ليست هناك أي مبالغة، والوضع حقيقي، والكثير من الناس الذين خرجوا بعد سعودة الجوالات خرجوا من مهن إلى مهن أخرى، وهي راحوا بعض أغلب الناس راحوا على الخضار، لو تعرف راحوا على الخضار ونقلوا كفالات، وتعرف هنا نظام العمل في السعودية أنه تزداد التكاليف كلما نقل من كفيل إلى كفيل آخر، فكلما نقلوا إلى الخضار سعودة الخضار، الآن شغالين على الخضار وعلى العديد من القطاعات الأخرى والمهن الأخرى، فهذه تعد عبئا ثقيلا، والكثير من الزملاء والإخوة اليمنيين في العزب والله مكتظة بهم، وهذا يؤسفنا كثيرا عدم تحرك الجانب الرسمي بالنسبة للسفارة اليمنية، الحكومة الشرعية،
من لهم علاقات مع الحكومة السعودية مماثلة بالملك وولي عهده، يعني يشوفون عدم التحرك بشكل جدي. طيب اشكرك وائل، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر، ابو الياس، اهلا بك اخو ابو الياس. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام اخو ابو الياس. اولا اشكر قناه بلقيس الفضائيه على اهتمامها بمعالجه اوضاع المغتربين وعلى ترك مساحه. والله كنا نتمنى ان احنا نقدر نعالج مواضيع المغتربين، نحن فقط نتيح لكم هذا المنبر للتعبير وايصال اصواتكم، لعل وعسى الحكومه تستمع والجهات السعوديه. حياك الله. والله بالنسبه لي الامور يعني تفاقمت كثير، وزياده السعوده والرسومات مع تدهور العمله وارتفاع اسعار المواد الغذائيه وغيرها، طبعا هذه الاشياء احدثت معنا معاناه كثيره، يعني فاقمت المعاناه اكثر مما كنا عليه في السابق، واثرت علينا في الداخل اي داخل الوطن. هناك امراض. كيف اثرت؟ كيف اثرت يعني وشرنا. أبو إلياس كيف أثرت؟ احكي لنا يعني مثلا ما الذي حصل؟ كيف تأثرتم؟ كيف زادت المعاناة بالنسبة للرسوم في أي مجال؟ هل في الأشغال؟ والله بالنسبة لتأثير الرسومات الإقامة، ما يعانيه المغترب الآن حاليا هو أضعاف ما كان يعانيه في السابق. بالأمس كان يعاني من تسديد رسومات ما يقارب 4000 ريال للدولة، وكذلك نفس المبلغ للكفيل في ظل تواجد العمل، فما بالك اليوم مع انعدام الشبه، مع انعدام الشبه تام للعمل. فنحن صراحة يعني لسنا ضد القرار، القرار السعودة والقرارات الأخرى، وإنما نتمنى أن يستثنى المغترب اليمني من هذه القرارات تقديرا لظروف البلد وظروف المعيشة والحرب التي أكلت الأخضر واليابس. لأن أوضاع المغتربين أصبحت أوضاع مأساوية، ونستطيع القول أنها أوضاع كارثية، ويعيش المغترب في ظلها يعني بجحيم، لأن السعودة والقرارات الأخيرة أثرت سلبا على كثير من المغتربين. يعني أثرت الآن، أثرت قرارات السعودة أنه لم تعد هناك مجال في بعض الوظائف والتي كان اليمنيين يعملون فيها أولا. موضوع نعم ثاني نعم هذه نعم. الرسوم، ومن لديهم أسر ربما يدفع على الفرد 400 إذا كان، والأطفال من 200 ريال سعودي ربما. أيضا موضوع أن الرواتب لم تزيد بل نقصت. أكيد بالطبع، يعني حتى على مستوى إيجار أعمال المقاولات، يعني كنا في السابق نأخذ بأسعار، اليوم نأخذ بأسعار يعني 50% هبطت الأسعار. يعني نفس ما كلمتك أثرت علينا كثير يعني، وبالذات نحن المغتربين اليمنيين، لأن البلد تعيش في حالة حرب والاقتصاد منهار، الموارد أصبحت منعدمة تماما بسبب الحرب، وازدادت الأمور أكثر تعقيدا مع تدني مستوى دخل المغترب، اي ان العمل اصبح من عدم يعني. طيب انت ابو الياس، يعني ابو الياس اسمح لي ان ندخل بخصوصيتك. ابو الياس انت ما زلت تعمل؟ ما زال متوفر لديك عمل؟ لديك اسره؟ كم دفعت رسوم اقامه يعني حتى نقيس؟ والله دفعت رسوم الاقامه نفس ما حدثتك في السابق، اما بالنسبه للعمل حاليا نحن معطلين يعني وموجودين في العزب. ان شاء الله يتم الاستجابه. شكرا لك ابو الياس، ان شاء الله يتم. لدينا اتصال اخر، هاي الاخ هايل، اهلا هايل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير أخ سامي. مرحبا. مساء النور عليك أخ سامي. الآن لم يعد المغترب يعني كما في السابق يناقش هموم والغربة والبعد عن الأهل والوطن، لأنه أصبح يعاني من مشاكل وهموم أكبر بكثير. يعني أصبح المغترب كفرد يعول العديد من الأسر في ظل انعدام المصادر والموارد في اليمن وحوالات واقتصار يعني اقتصار الموارد على حوالات المغتربين فقط. ومع هذه التحديات إلا أنه للأسف تم فرض العديد من القرارات خلال السنة الماضية 2017، وتم ترحيل عشرات الآلاف من اليمنيين بسبب الحملات المشددة على مخالفات العمل والإقامة. طيب تم نعم. طيب مثلا رسوم الاقامه، هل مثلا ما نسبه اليمنيين الذين يعملون في شركات ربما الشركات تدفع لهم رسوم الاقامه ويعني يكونوا اقل تضرر من هذه القرارات؟ والله يا عزيزي اغلب اليمنيين يعملوا اما في شركات المقاولات واما في الخضار والمهن التي ذكرتموها، التي هي الملابس ومواد البناء وقطع الغيار وغيرها من المهن.
قطاع المقاولات معروف انه تاثر كثير بالفتره الاخيره، وقطاع المقاولات طبعا التي يتم فيها دفع الاقامات من قبل الشركات رسوم الاقامه، وهو متاثر كثير وتوقفت كثير وتم تفنيش الكثير من العمال وتخفيض رواتبهم ايضا. القطاعات الاخرى اللي اغلب العمال يدفعوا على حسابهم يجددوا الاقامات على حسابهم يتم تعودتها، تم تعودت الخضار ومحلات الذهب قديم من قبل فتره كبيره، والفتره الاخيره تم تعودت قطاع الجوالات وتضرر كثير من يعني قطاع كبير جدا من المغتربين اليمنيين. والان المهنة ال 12 مهنه في الاسبوع الماضي تم اصدار قرار بتعودتها، وهذه ستؤثر على الباقي على بقيه المغتربين. طيب شكرا جزيلا لك. بس فقط في الاخ يعني اشير عليه، الاخ امين الضالعي يقول كلما ناقشتهم شيء زادوا يضيقوا علينا، عليكم اللعنه، خربتم حياتنا، ملأتم الفنادق ازدحاما، تعبنا وشقانا يصرفوا عليكم. والله فقط كما تسمع لزملائك واخوانك المغتربين يقول عزة باتت ملأة، الناس بدون وظائف بدون اشغال، فهذا هدفنا من المناقشه. وشكرا لك الأخ أمين، ربما أنت وضعك أفضل، ربما تشتغل في شركة هي من تدفع لك رسوم الإقامة، ربما لا نعلم بظروفك، فليس الناس كلهم وضعهم مثلك يا أخ أمين. شكرا لك. الأخ نبيل من المملكة العربية السعودية، أهلا بك نبيل، يمكن آخر اتصال. نبيل فقدنا الاتصال بنبيل، اتصال آخر. طيب الأخ محمد العسيمي يقول بدل أن تعمل هيئة الإغاثة وتدفع، ربما نأجل فقرة أنت المراسل. الأخ محمد العسيمي يقول بدل أن تعمل هيئة الإغاثة وتدفع المليارات وإنقاذ داخل اليمن، أغيث اليمنيين وأسرهم داخل السعودية من الترحيل إلى اليمن، وهم بدورهم سينقذون اليمنيين داخل اليمن. يطرح مقترح. في اتصال، معنا اتصال أحد المغتربين. الأخ عبد الرحمن يشكرنا على اهتمامنا بالمغتربين، ربما هو فقط ليصل صوتكم، ونتمنى أن يحصل تغير في هذا الوضع بالنسبة للمغتربين. اتصال أخير في هذه الحلقة، الأخ حسين، أهلا بك حسين. هذا أمر بالنسبة للمغتربين. حسين تفضل. مرحبا. مرحبا حسين تفضل. حيا. يا أنا عمري دحين يعني الحقيقة 50، لكن في الإقامة 54، وفرضوا علي تأمين صحي 4000. تسمعني؟ أسمعك أخ حسين تفضل. فرضوا علي تأمين صحي 4200، وعلى الزوجة 4200، يعني 9000 ريال. طيب عندي 4 أولاد، قالوا 4 أولاد هذه ممكن هذه نخفض لك عشانهم صغار، أما أنتوا الكبار ما فيها هرجة مرة، ممكن نوصلها 2500 ريال، يعني 12000 ريال تأمين صحي. ولي الآن منتهي إقامتي 2 سنين، أبغى خروج اليمن بس، أبغى خروج اليمن بس. طيب وراتبك كم وتشتغل في أي مجال؟ هل ما زال فكوا الطريق بخرج. طيب هل ما زال لديك عمل؟ عمل بمصاريف العيال، انا معلم بويه يعني عادي، انسان يوم حصل 100 ريال ويومين جالس. وبالاخير مطلوب منك انك تدفع تقريبا 12000 ريال سعودي. فك الطريق بروح. هذا اخر ما نطلبه من عبد الرب منصور عادي، انه يفك الطريق الا بلاوي. طيب ربما لا نجد اجمل من هذا الختام. ان شاء الله يسمعوك يا عم حسين ان شاء الله. نختم الحلقة بإذن باتصال الأخ حسين، وهذه المناشدة يقول لك يعني افتحوا لي الطريق ارجع البلاد، ما عاد فيش وضع واحد يدخل يلعنك. انتهت هذه الحلقة من المنصة، في أمان الله، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون موضوع آخر. للقاء.